أخبار الكريبتو لهذا الأسبوع. صادف يوم أمس الذكرى 14 لإنشاء الوايت بيبرز الخاصة بالبيتكوين والتي كانت شرارة البداية للعملات الرقمية. إيلون ماسك يفي بوعده ويقوم بشراء تويتر، وكل الذين راهنوا على فشل الصفقة يمكنهم الآن غسل التراب عن وجوههم. ونتيجة لعملية البيع، عملة دوج والتي يدعمها إيلون دائما تزداد قيمتها بنسبة 94%. وماستر كارد وفيزا يعملان على تطوير محافظ كريبتو خاصة بهم. وبالحديث عن فيزا، هل سجلت معلوماتك للحصول على بطاقة فيزا كوين مينا؟ سجل من خلال هذا الرابط. أدرجنا 3 عملات جديدة على كوين مينا: غالا، مانا، وسوشي. فقط قم بتحديث التطبيق. لدينا 3 فائزين محظوظين في نوفمبر: $1000 بالإيثيريوم، $1000 باليو اس دي تي، و $500 بالريبل. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاصيل. انتهت الأخبار.